عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. متابعينا الكرام، نتواصل مع الشوط الثاني عشر. طبعا هذا الشوط من الاشواط الاضافيه وهو الاول للقعدان الرئيسيه. الحقائق لمسافه 2 كيلو متر. خلونا مع الصداره مهدي عبد الله بن صوايحه بن سيف القدبي، والمركز الثاني شاهين حمد بن حميد بن عليوه الدرعيه. اما المركز الثالث أنا تواصل وياكم مع هناك اللي هو شاهين سالم بن خليفة بن نجح الدرعية. أما المركز الرابع شاهين أحمد بن سالم بالسعدة. المركز الخامس شاهين محمد بن حميد الجنيبية. المركز السادس هناك نتواصل مع شاهين محمد بن أحمد الأخيلية. هذا نداءنا متابعينا الكرام إلى الخمس المراكز الأولية، لنعود بكم إلى الكادر الأمامي، إلى مهدي عبد الله بن صوايح بن سيفة الإكتبية. هدي هدي، ما في تهدي يا بن صوايح، الأشواط نارية، أتمنى التوفيق للجميع. مركز الثاني شاهين سالم بن خليفة بن نجحية الدعي. أما المركز الثالث وهو شاهين محمد بن أحمد الأخيلية. هذا نداءنا متابعينا الكرام على الشعارات، ولكن السيطرة مع أبو محمد. هناك مهدي عبد الله بن صوايح بن سيف الكتبية هو الذي يمتلك الكادر الأمامي. الخمسمائة متر الأخيرة، يا سلام على الحضور، يا سلام على الأداء، يا سلام على الإبداع، على التألق. أما المركز الثاني فعندنا شاهين سالم بن خليفة بن نجح الدرعية. الله الله يا التحديات والمنافسات، وين الناموس؟ بن نجح قادم بدون أوامر، عصاته في البطان، صروح خطير، ثنائي ثنائي بن النجح يهجم. أب 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 شاهين شاهين والعصا مغروزة في الأبطان. سالم بن خليفة بن نجح الدرعية، سلام والناموس، سلام والناموس يا ابو خليفة على هذا الإنجاز المميز الذي قدم لنا شاهين، والناموس لأبنائه المتواجدين في متابعة هذا الشوط. سلام عبد الله بن صوايح بن سيفة الإقدبي في المركز الثاني. التوقيت دقيقة 3 دقائق 2:31 جزء من الثانية. أما المركز الثاني شعر عبد الله بن صوايح الإقدبي. المركز الثالث كان فيه شاهين أحمد بن سالم بالسعدة.